نعم في الباهية. هذه لافينيس تشحمي وكذلك خصوصا خلال فترات المواسم.
عن هذا الموضوع. يسعدني أن أستضيف اليوم الدكتورة عبيدي فضيلة، أخصائية في الجراحة البلاستيكية والترقيعية والتجميلية والحروق. تفضلي كنسل وحروق. واللي يفترض انه من ناحيه طبيه حسب ما يشير الى ذلك الاطباء والخبراء انه من المفروض الصائم يفقد 4 كيلو من الوزن تاعو خلال شهر رمضان. احنا مع الاسف نزيدوا 4 كيلو او اكثر، نزيدوها وزن، هذا الوزن زاد في فتره قصيره، الجسم تاعنا يولي شحنوه بكثير من المفاوات المضره بالصحه، سكريات، حلويات، نشويات الى اخره، على حساب المواد اللي تهتم فيتامينات مثلا ما نركزوش عليها كثير بسبب ارتفاع تاع الاسعار تاعها، وزائد الثقافه الغذائيه تاعنا ما عندناش ثقافه غذائيه جيده. اذا الانسان في شهر رمضان العائله الجزائريه تنفق ما قيمته 75,000 دينار، معناها حوالي 7 ملايين سنتيم في شهر رمضان. هذا المبلغ اذا ما قورينا باقي اشهر السنه العائله تنفق في حدود 36,000 دينار، معناها رانا نلاحظوا اللي العائله راهي في شهر رمضان الانفاق يضاعف ويولي اكثر من ضعف اللي هو 75,000 دينار، وهذا المبلغ معناها العائله قد تضطر احيانا الى الاستدانه، ممكن تخلي اثار رمضان يخلي اثار اقتصاديه على الاسره. دكتور جدود الشريفي باعتبارك مهم في التربيه والتسكين وهذه المعطيات التي قدمت الجمعيه الجزائريه المستهلك، نتحدث عن نائب الجمعيه السيد محمد العبيدي، يقول ان الواقع والدراسه تقول ان المستهلك الجزائري ليست له ثقافه استهلاكيه وان استهلاكه في شهر رمضان يرتفع. انا رانا دعوه على شريخ خاوي، رانا الصباح رانا برك 10:30 هكا. الشعب كاع راه راكب. في المواد الدهنية والصحة كما سبق الحمد وأثرها على الصحة. هذا يعني أخذ ملحوظ الشوارع من الأسواق، يعني إقبال مثلا من السكرية والبيخان، ونحن ننبه من الناحية الطبية ننبه أنه استهلاك المواد السكرية والمواد الدهنية خطيرة على القلب والدورة الدموية، استهلاك المفرط يؤدي إلى السمنة ويؤدي إلى تراكم مديوني هذا بولفار خياط صالح. كم يحتاج الجسم الانسان الى السلام عليكم في ماده السكر، يعني كم